تعطي ظهر هي تدرج في إطار حرص رئيس الجمهورية على تكريم كل الرموز الوطنية وعلى ترسيخ وعي العراق وتجدد التاريخ التونسي وكذلك معناها على تمتين الشعور بالانتماء الوطني. دونك تدرج هي في الإطار هذا وهذا في الواقع معناتها هي مرحلة أولى في تكريم حنبل باعتبار أن الهدف اللي نحب نشوفه هو تكريس متحف حنبل في قرطاج يحتوي المتحف هذا على التماثيل الموجودة نسخ التماثيل الموجودة في العالم كل حنبل وكذلك على الأفلام وعلى الكتب وعلى كل ما الآثار المتعلقة معناها من قريب أو من بعيد قرطاج تاريخ حنبل بالذات كما بالنسبة لبعض المتطرفين التاريخ انتهى في القرن السابع معناها وهذا هو نوع من البطل معناها للتاريخ البطل الهوية التونسية لأنه رغم اعتزازنا بانتمائنا العربي الإسلامي إلا أننا نقول أن التاريخ التونسي تجدر في الكلام ونحن نحبوش تكون الرموز نتاعو متناحرة يجيبونا مثلا حنبل في مواجهة رمز رموز الهوية الإسلامية اللي نعتز به وعقبة ونافع مثلا مثلا بورقيبة في مواجهة صالح تونس نحن نحبو معناها ننتهيو من حروب الهوية هذه حروب التأويلات والنظرة هذه المبكورة معناها للتاريخ للهوية نحبو معناها نجمعو معناها الشظايا بتاع الهوية هذه لأنه فعلا معناها ما دامنا عندناش مكان للذاكرة مكان للاحتفال والاحتفاء بالذاكرة الوطنية ما عندناش مكان نهزوا ولادنا ونوريهم جدودهم ونوريهم كيفاش تحبوا هم يعتزوا بتاريخهم ويفتخروا بتاريخهم ويفتخروا بانتمائهم الوطني اذا كان ما فماش مكان من امكنه الذاكره يلزمنا احنا نفاجئوهم الصغار هذوما لانه نسيناهم وهذاك علاش نحن جبنا 160 صغير تلميذ معناها شرفونا اليوم وجودهم في أسر كرتاج.